بصيرنا نستقبل بي ان تاون السيد سامي متري مدير مدرسه ميلكارت. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. يمكن الهدف مش نحكي عن ميلكارت اللي هي كمان بالغنى عن تعريفه، ولكن نحكي اكثر عن سمارت يلي هو نهج جديد ادخلتوه او اطلقتوه مزبوط بعالم ميلكارت لطلاب السكوندير. خلينا ناخذ فكره صغيره. عفت قبل ما نحكي عن هالشغله بدنا نشوف شو المشكله على باز وليه حتى اجت هالفكره. المشكلة انه منلاحظ نحن بالمدرسة تلميذ عبكرة، خاصة تلميذ الكبار عم بحكي السكوندير، بيوصلوا على المدرسة واصلين غافيين، يعني نحن مسميهم زومبي، واصلين فريما غافيين، يعني بيوصل وبده كأنه صار خالص نهاره، ومنلاحظ انه بدهم ساعة وساعتين لحتى فريما جسمهم يوعوا ويصيروا عم بيستوعبوا. كثير مهضومين الصور. فوالا هون عم تشوف امبوسي ان اكزامبل. بقى من هون ورايح جربنا نعمل امتي سونداج لحتى نفهم شوي شو عم بيصير. عملنا سونداج مع الاهل وسونداج مع الاولاد، تبين انه التلميذ بيناموا 4 ساعات بالليل، 5 ساعات او موين 6 ساعات الليل اللي بيناموا اكثر من هيك. اذا بنطلع حاجه التلميذ لينام او حاجتنا كلنا للنام تختلف حسب اي عمر نحن، بس واحد يكون بيبي مفروض ينام شيء، بس يكبر شيء بعمر المراهقين 14 و 17، ولا مثل ما بنشوفه هون التلميذ مفروض ينام بين 8 و10 ساعات لحتى يكون عنده نوم كافي، هيدي حسب الناشونال سليب فاونديشن. فاذا عم نشوف بس عم بينام 6 ساعات الولد و5 ساعات ولازم ينام 8 و9، في نقص حاد بالنوم. على كل حال عم نشوف كمان انه كل الناس بحاجه لاقل شيء 7 ل 8 ساعات، يعني ما حدا بيقدر يكمل عن جد بكل نشاطاته وعلمه وشغله وتركيزه بخمسه او 6 ساعات او 4 ساعات. تتفق. هو النوم كثير مهم. ليه النوم مهم؟ النوم مهم لأننا كلنا، يعني مهم نحن، إذا ما مننام ما فينا نعيش، وإذا ما تغذينا ما فينا نعيش. نعم. عند المراهقين كمان هي أهم، لأنه مثل ما بيغذوا بيتغذوا ليكبروا، كمان عايزين بيكبروا هن نايمين، في شيء اسمه الهرمون دو كروسانس اللي هي بتنفرز هن نايمين. أون بلوس عم بيرجعوا يجددوا الخلايا تبعهم، عم بيقووا المناعة تبعيتهم الإيمونيتي، وعم يرجعوا يقووا قدرة التركيز عليهم، بس عم تيجي تحرميهم من النوم أو عم بيجوا تقصري لهم مجال النوم، عم بيطلع لهم مشاكل صحية. الأوبيزيتي وحدة منهم، بيصير في شانجمان بالميتابوليس بارفوا بتأدي للسكري، الإيمونيتي بتوطى كثير مثل ما قلنا، صاروا بيمرضوا، صاروا بيغيبوا عن المدرسة، قلة التركيز اتسترا اتسترا. واوقات هالهايبر اكتيفيتي يلي بيقولوا انه بصير يقاوم من النوم بافراط الحركه وبالضحك بيقولوا انه تفه، وبصيروا مرات مدمنين على الكافيين، لانه نعم. بصيروا يقولوا انه هي القهوه بالعمر اللي منا مستحب كثير، بصير في ادمان بارفوا على الكافيين بعمر كثير مبكر. نعم. بس شو ارتقيته الحل؟ يعني هون عم نحكي عن المشاكل بعد ما حكينا عن الحل. هلا الاهل بيكونوا عم بيقولوا يا ريت بيناموا ابكر الاولاد، بس هل هو الحل؟ وهل عم يقدروا الاولاد يناموا ابكار ولا لا؟ ليكي توتافي، نحن طول عمره الحل نقول لهم فوتوا ناموا، فوتوا ناموا بكير، يعني من جنريشن انا ايامي كانوا اهلي يقولوا له فوت نام بكير، بس ما بيناموا بكير، بده واحد يفهم ليه ما بينام بكير، يعني التلميذ بس يكون عمره 16 و17 سنه قد ما تقولي له نام بكير مش عم نقدر نمون عليهم نام بكير، افات مش غنج، اذا بتطلع عليه في سبب بيولوجي بيتغيروا يعني وقت المراهقه في شيء الهرمون الميلاتونين اللي هي بيفرزها كل واحد منا اللي هي بترجلج الاورلوج انترن تبعنا اللي بتقلنا اي ساعه لازم نفوت النوم واي ساعه ممنوعه ناتشورالمون. هالهرمون عندهم بيصير فيها ديكالاج، يعني بتصير تنفرز ساعتين مأخرة لحتى نبسط القصة، يعني كأنه نحن عايشين بلبنان بس اللي عايشين على ساعة باريس أو على ساعة لندن. براتيك ما شو عم بيصير؟ عم نقول لهم ناموا على ساعة باريس ساعة لندن بس قوموا على ساعة لبنان. صح. بقى السبب هو بيولوجي وصلنا نعرفه، ما عاد يعني ما عاد هو بيولوجي قد ايه بيولوجي بس، يعني اليوم كمان هو تكنولوجي شوي، ما في شك هو اجتماعي أكثر. لكن ما في شك البيولوجي كان طول عمره موجود، يلي زاد بهالجنريشن يلي هو التابلتس وسمارت فون، بس هذا واحد بده يقبلهم، هدول صاروا ضمن حياتنا كلنا وضمن حياة المراهقين. هلا لازم يستعملوا باعتدال ما في شك، لازم يكون في سيرتن ليميت ما في شك، بس عمليا ولد او تلميذ عمره 15 16 سنه ما عاد فيك تقلي له عود بلا سمارت فون. السوليوشن شو كنا نعمل قبل؟ فوت نام فوت نام فوت نام فوت نام ودق المي مي.
بده واحد يفكر ان بو بلوس ان ديتاي، بده واحد يتعمق ويسمع للولاد. ليه ميلكارت لقيت سوليسيون وليه ميلكارت يمكن مش غيرها؟ نحن اطلقنا لوجو جديد لميلكارت مش من زمان، ورح فرجي فيلم صغير يمكن بي بدنا نفرجي بيلخص فيلم بعد سياسه المدرسه، سياسه المدرسه التربويه من وراء مننطلق ليش ميلكارت. لكن رح نشوف نحن هالفيلم بس رح ناخذ وقفه صغيره وبنرجع. ثانك يو. Par Madame Lo Dimitri, baptisée par Monsieur Saïd Raël, Melkart, dieu phénicien. Le collège Melkart est fidèle à la devise de sa fondatrice, soyons à l'écoute. Fier de ses valeurs, il les garde au cœur de son action et elles deviennent son écusson. Ces trois lignes parallèles complémentaires représentent les axes directeurs du collège, l'excellence académique, le développement personnel, l'action citoyenne. Engagé dans une éco-citoyenneté responsable, il souligne en vert sa démarche active et devient un espace où le respect de l'environnement se conjugue au quotidien. Il emprunte son origine au dieu Melkart et signe son excellence par le M ou le mime phénicien qui nous lie à nos racines. Et les racines s'étendent, elles gardent notre histoire et nous projettent vers le futur. Collège Melkart. Un collège libanais francophone qui promeut la culture de Gibran et la langue de Molière. السيد سامي متري موجود معي اليوم مدير مدرسة ميلكارت يلي من خلال هالفيديو شفنا شوي هيك ملخص عن هالمدرسة، بس بما أنه دايما عيونكم على مستقبل الأولاد وعلى مستقبل كل التطورات يلي بتطرق بعالم التربية، عندكم كمان تطور جديد لحتى تخلوا الأولاد يكونوا عم بيقدروا يشتغلوا أكتر وما يفوتوا بمشكلة قلة النوم. مزبوط، مثل ما شفتي نحن قلنا أوني أليكوت سويون أليكوت هي الشعار تبع المدرسة، on a trois axes, l'excellence académique, l'action citoyenne et le développement personnel. Le développement personnel, هو اللي عم نشدد عليه هون لانه التلميذ بذات الاهميه اللي نحن عم بيجي عم فيها على المدرسه هو حتى ننمي له شخصيته وحتى يكون عنده ازدهار لشخصيته الايبانويسمون. اذا الولد عم بيتعذب صحيا وعم بيتعذب بستريس من وراء النوم، نحن من واجباتنا نلاقي له حل، يعني ما عاد فينا نوقف مكتفين الايدي ونقول له نام بكير ونام بكير. جينا اطلقنا مبادره جديده سميناها سمارت. سمارت هي كلمه بتعني لو سيستيم مالكارت ادابتي او ريت دو ترافاي، يعني جينا نحن جينا عند التلميذ مش عم نجبره بقى يتاقلم لعنا. فاذا سمارت شو هو؟ سمارت سي نوفيل اورير، اورير جديد، نمط جديد بالمدرسه. صارت للمرحلة الثانوية للسكوندير المدرسة ولا مثل ما عم نشوفها بتبلش 9:30 على بكرة مش مثل ما كانت 7:30 لحتى تخلص 4:30 بعد الظهر. وأي ساعة كانت تخلص قبل؟ كانت قبل تخلص 3:50 صارت تخلص 4:30، كانت تبلش 7:30 صارت تبلش 9:30. حلو. سو كيف هالشي شو بيعمل؟ هالشي بيعطي ساعتين نوم كل يوم زيادة لهالتلاميذ، صار تعطيهم بيوصلوا مرتاحين بيقدروا يستمروا بكل النهار مرتاحين، طبعا صحتهم بتصير احسن، ايديهم بصير احسن. رح بتبلش هالمبادره او هالسيستم الجديد السنه الجايه، السنه الجايه على اول سنه دراسيه لطلاب السكوندير ثانوي فقط. شو متوقعين ردود فعل؟ عندي سؤال، قولي. بركي صاروا يسهروا ساعتين زياده. ليك سؤال محله. أوفيت نحن مش عم نخترع البارود. اول شيء ليه عم بيسهروا؟ لنذكر عم بيسهروا لانه عم بيمشوا حسب الريتم البيولوجيك تبعهم. فاذا خليناهم اذا تركناهم رح يضلوا يناموا على زيت الساعه، اذا عم ينام الساعه 12 رح يضل ينام الساعه 12. هالشيء مش مبني على انا شو عم بيقولوا، مبني على دراسات. هلا بنشوفهم بالويك اند بيناموا للساعه 12 للساعه 1، ليش؟ لانه عم بيعوض كل شيء روحه بالجامعه، جسمه تعبان. بس ساعتي بروفي في كثير بلاد بالعالم بلشوها وما عم بيزيد سهر عند الاولاد. بالعكس اللي ببين منهم ديركتومون صار في امثله ببريطانيا، نعم، بكندا، بامريكا، بنيوزيلند، باليابان، وسنه الجاي بفرنسا. وبفرنسا اوريدي ببلشوا لبعض الصفوف الصغيره على الساعه 9 او 9:30، هل ممكن يكمل هيدا السيستم للطلاب الباقيين من الصفوف الصغيره بعدين بمدارس؟ يعني بعتقد نحن باول الطريق، انا اكيد في مدارس رح تلحق وانا اكيد نحن كمان رح نتطور فيه اكثر، بس كل تغيير افضل واحد يعمله ستيب باي ستيب.
ونحن بنحب نتابع كمان هالتطور دايما لمدرسة ميلكارت ونشوف كمان نتائج هالسيستام شو رح بتكون إن شاء الله. الكل بيكونوا عم يلحقوا. أهلا وسهلا فيك سيد سامي متري مدير مدرسة ميلكارت. رح ناخد بريك صغير ومنتابع.